la 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 يلا يا عم ما عندي غيرك. هلا عن ربك بدي اعمل نقله تاني. يا حمودي شبيك في متعارك؟ اهلا وسهلا، شلونك ام احمد؟ والله الحمد لله. انت شلونك؟ والله الحمد لله رب العالمين. بعثتي لي خبر؟ روحي مشان تحكي لنا مع هذا التركي اللي فوقنا. ان شاء الله ما في شيء. عم يعذبنا، لا عم يخلينا نبسط، لا عم يخلي حدا يجي يشتري راسا بيقلعه. نقلنا البسطه لهون ما في زباين مثل الخلق. بتعرفي انت اربع اولاد بدي اعيشهم. صح مزبوط يا نجلاء. امس حكيت مع التركي بس ما رد. ألو أبونا، مرحبا، شلونك؟ أنا ميخائيل. أهلا ميخائيل، كيفكم؟ وين أنتم هلا؟ يجب أن تقابله. كشفت دراسة أجريت في غزة أن القطاع سيكون خاليا من الأشجار بعد